سليمة، مرحبا بكم الناس الكل في اي بلاد تكونوا نتوما متواجدين وتتابعوا فيا. نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم على كويزين امولا كالعاده، ديما دي غوسيت سهلين وتعرفوا عادي وسنين دايما. ان شاء الله ربي ان شاء الله يحييكم لمثيله، وان شاء الله ربي متعنا ويمتعكم صحه الابدان. دونك غوسيتنا لليوم حمص بطحينه، حاجه ياسر بنينه واللي ما ذقهاش فريمون يلزم يجرب الغوسيت هذه خاطر بنه وروعه. كوني بطبيعه كل مره انا نستعمل قناوه نتاع حمص، دونك اليوم الحقيقه ما لقيتش معناها للبواط هي نتاع الحمص وكل، لكن مش مشكل هاكا حبيت نسهلها عليكم. دونك خذيت الحمص العادي نتاعنا، دونك هوني وطيبته بطبيعه بالباهي، ما ضفتلو حتى شيء، حطيته هكا يطيب حتى ينشف الماء نتاعو. مش ناخذ هوني باش نرحي بطبيعه الحمص نتاعنا. عنا هوني هكا الثوم، دونك تاخذوا يعني هكا انا خذيت زوز، الكونتيتي نتاع الحمص تقريبا 300 غرام. هوني عندي فلفل اكحل، وني عندي رشه صغيره نعناع. انا اليوم باش نعملو على طريقتي الحقيقه، انا من عشاق، وقولوا لي نتوما زيد في لي كومونتير كان معناها ذقتوها قبل. هوني حطيت شويه ملح، نعاود نقول على طريقتي. دونك هوني عندي بالطبيعه شويه زيت، والمكون الرئيسي باش يعطينا حاجه للحمص بنه ولا اروع اللي هي الطحينه. الطحينه شاركتها معكم انا قبل كيف عملت الشاميه، دونك شاركتها معكم بالمراحل نتاعها الكل اللي هي السمسم هذيك الابيض نرحيوه. معناها وريتكم الطريقه كيفاش نعملوا الطحينه، سواء تنجموا تاخذوها زيد حاضره. هوني عندي مغرفه كبيره، اوبلا ترجعوا للفيديو يعني عملت فيه الشاميه تلقاوها بقدره ربي. يلا يا جماعه نمشي ونرحيو توا، بسم الله. دونك هذا الصحين نتاعي انا زيته بالطريقه هذه، ماهيش الكميه الكل، مازال يعني مازال شويه في الغبو نتاعي. دونك حطيت هوني الزيت، اكيد كل واحد هو الطريقه اللي يحب معناها يزين بها. دونك هوني عنا شوية البابريكا، فوالا نحطو هكا دو كوتي. دونك نحطو هوني سيترون. أنا نسيت ما قلتلكمش، راني حطيت شطر قارصة معناها عصرتها وأنا نرحي في معناها في الحمص نتاعي. قاعدة توا نزين في الطبايق نتاعي كيما قلتلكم. تنجمو تعملو طلع على قناتي على يوتيوب تلقاو الطحينة اللي عملت أنا، تلقاو الفيديو الحقيقة نتاع الشامية بالمراحل نتاعو الكل، وطريقة زاد كيف باش نحضرو الطحينة في ميزون، سينو تنجمو تشريوها حاضرة. تابعوني على انستغرام كيف على اليوتيوب. إن شاء الله يا ربي نتوما زاد تجربو الغوسيت وتعجبكم زاد كيف. أنا نعاود نقول راني من عشاقها الحقيقة، وخاصة هكا في الصيف والكل نحبها تكون موجودة هكا الغوسيت نتاع الحمص على الطاولة نتاعي. ربي يفضلكم الناس الكل، نحبكم في أمان الله. نكمل نزين أنا الطبايق نتاعي ونحطو التقديم كالعادة في أمان الله. حمص بطحينة، هذه هي غوسيتنا لليوم باي كويزين أمولا اللي حبيت أنا أن نقدمها على طريقتي. إن شاء الله تعجبكم يا ربي الناس الكل، وإن شاء الله أنتم زيدا تجربوها. شكر خاص للناس اللي ديما متواجدين، ديما يشجعوا فيا ديما بالتعليقات الحلوة وبالكلامهم المميز، وبديما يقولوا لي كون موجودة معنا، نحبوا برشا وصفاتك نجربوا قاعدين زيدا كيف اللي غوسيت. بالحق حاجة تفرحني برشا، وميرسي بوكو ليكم الناس الكل، وكل واحد شجعني وكتب كلمة حلوة ومزيانة باش نكون انا متواجده معاكم. ان شاء الله يا ربي زيد تشجعوني زيد على قناتي على اليوتيوب وعلى الانستغرام زيد كيف. نحبكم برشا الناس الكل في امان الله.